لكم بعلامات الفريقين، الفريق الاول 11 علامه، مع انه خليل موجود بس بعدكم 11 علامه، الفريق الثاني 13 علامه. وصلنا دلوقتي لفقره اسمها بالمقلوب، بدنا نوقف على ايدينا ونغني بالمقلوب. يعني خلينا اول شيء استقبل على المسرح الفنان الكاريكاتير ستافرو. ايوه خلينا نفسر له للمشتركين شو رح تعمل الليله. ستافرو رح يبلش يرسم بالمقلوب، يعني شعر، بعدين الحواجب، بعدين العيون. لا يمكن يرسم شخص، يمكن هو طريقه، هو يمكن يبلش بالخدود، بالتم، يعني بالمقلوب. يعني عليكم تعرفوا شو هي هيدي الشخصية، وهيدي الشخصية معروفة. يلا وهو رح يعطيكم يعني من بعد أول خبطة من قول تقريبا لنعطيكم نص علم مين اللي حيكون. كل ما بتحضر بالأول بتاخذوا علامات أكثر لإلنا ولا لإلهم؟ يعني عم تفهموني خليكم تقريبا إذا ما نبلش فينا نقول إنه مغني. مغني مغني أوكي. حدا عم يغني. آه مغني. لا لا هيدا الوش يمكن عم بلش شوفوا شعر، في شعر طويل. شواري شواري. أول ثلاث علامات لقينا تارو، هلا إذا بتعرفوا بتحصلوا على ست علامات. إذا هلا بنعرف شو القصة تقريبا تقريبا سمعت وطلعتوا طلعتوا تقريبا لعبة دمعية الراس. تمام ركزها شزا شزا ما تركزها شزا. ستافرو اذا فيك تعطينا معلومة جديدة للمشتركين، معلومة جديدة عن الشخصية. معلومة انه هو مغني مثل ما قلنا. نعم. وكمان ملك الرقص. مايكل جاكسون. مايكل جاكسون. مايكل جاكسون. جاكسون. مين مين مايكل جاكسون. مين مايكل جاكسون. لا خليل. واو خليل. واو يعني ما بتسمح لي اليوم. برافو خليل. كم علامة هودي صاروا كم علامة؟ لا ترقصها خليل. برافو خليل برافو. ما بتسمح لي؟ خلص بتسمح لك شوية. بعطيك إياها. لكن الفريق الاول حصل على ست علامات. برافو خليل. ستة شكروني شكروني. اذا برمناها هيك لانه صعبة قوي. كان بيضحك شوي. يعني كان بيضحك شوي. كان سعيد حبيبي. لكن ثانك يو ستافرو، خلصت الفقره، ست علامات للفريق الاول. مبروك برافو. بدك زقفه. الفريق الثاني بعدكم 13 علامه، بس انا قلت لكم انا معكم. دلوقتي الفريق الاول ركزوا معايا اللعبه.